وسط مشاركة فاعلة بقوات ومراقبين من 23 دولة، استمرت أنشطة وفعاليات التدريب المشترك درع الخليج واحد الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. وتشارك القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات، هذا بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والشرطة العسكرية. وسط مشاركة فاعلة بقوات ومراقبين من 23 دولة، استمرت أنشطة وفعاليات التدريب المشترك درع الخليج واحد والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، حيث تشارك القوات المسلحة المصرية بعناصر القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات، بالإضافة إلى القوات الجوية. يعد التدريب من أكبر المناورات المشتركة بالمنطقة التي توفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات برية وجوية وبحرية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب. وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب وصول العناصر المشاركة من القوات المسلحة لمختلف الدول، وتنفيذ محاضرات ومؤتمرات وزيارات ميدانية لمناطق التدريب لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بين جميع القوات المشاركة، بجانب التدريب العملي المشترك على أعمال قتال القوات الخاصة مع تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية. يأتي التدريب درع الخليج واحد امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات لدعم ركائز الأمن القومي على المستويين العربي والإقليمي.